السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم قاسم يواصل معكم الثورة، أما الثورة الجديدة بشعار الشعب التونسي يريد الثورة من جديد، فهي حاليا تطبخ في الجنوب التونسي وسترونها بأم أعينكم في العاصمة. نعم، الثور ما تتوبش وما تتراجعش، وما زالت مستعدة لتقديم الغالي والنفيس من أجل التخلص من نظام الشابع من نوفمبر، نظام الغورة، نظام الإرهاب. العصابات الأمنية والعصابات الإعلامية قاعدة تشن في حرب إعلامية على الجنوب ببث صور لأسلحة تقول بلي الإرهاب موجود في الجنوب، والشيء هذايا يخلينا نفهمه بأنهم بدأ الخوف يسكن في قلوبهم، يحبوا بكل طريقة يورطوا الجنوب والثوار في الإرهاب حتى يتمكنوا من السلطة بشعار مقاومة الإرهاب. لكن لنرى بأن من اللي خرجت النهضة سكت جبل الشعامبي، من اللي خرجت النهضة مع ثم حتى تهديد بالقتل، من اللي خرجت النهضة معاش ثم الاغتيالات السياسية. هذا الشيء يعني بالضرورة بل العصابات الأمنية وعصابة الباجي قايد السبسي وعصابة القروي وعصابة الطيف هما اللي وراء الإرهاب، هما الكومونديتير متاعو. يعني السلفية الجهادية التونسية ما هي إلا سلفية بن علي، وهي اليد العسكرية اللي تحب تركع من جديد الشعب التونسي لتستولي على الثروة نتاعه، خاصة وقد تجلى لكم الأمر اليوم بأن تونس ماهيش فقيرة، ولكن فقرها قبيلة بن علي وفقرتها عصابة الباجي قايد السبسي وعصابة التجمع. الناس هذوما تعودوا بالغرة منذ 60 سنة يفكوا في الأراضي ويفكوا في أموال الناس بقوة الحديد والنار. نحب نقول للعصابات الكل هذية بأن يوم الحسم سيأتي، المواجهة الحقيقية هاي تحضر وهاي تطبخ، ورانا مستعدين لما لا يحمد عقباه. فإما تونس تولي بلاد وإلا سنتخلص منكم مهما كان الأمر. إلى كل الثوار، حتى تتجلى الثورة لابد من أن يكون عندكم مشروع. المشروع الوطني هو المشروع الفيدرالي، لابد من تفتيت هذا النظام الخارب أصلا، لأن النظام هذا هو نظام عصاباتي. كي تحطوا فيه مال قارون البلاد ما هيش باش تقف على ساقها، لأنها بكلها تسرق وبكلها تغطي على بعضها وما يوصلكم حتى شيء. إلى المليون بطال، اليوم وجب عليكم ما وجب على الذين من قبلكم، تقفوا مع ثوار بن قردان وتطاوين وقابس وجرجيز وجربة، مع الثوار في سيدي بوزيد وتحضروا للمواجهة الحقيقية معهم. حكومة المهدي فوندريدي ما هي إلا حكومة الغنوشي باش يطفي الضوء
على كل شيء ماشي في بالهم، بل وجودهم مربوط فقط بالصراع الإيديولوجي مع حركة النهضة. لا، احنا صراعنا من أجل حقنا في فلوسنا. الحكم الفيدرالي يخلي الوالي ينتخب في الولاية هذيك ويخلي الناس تخدم، ما مشيش لتونس يطلب، وما حشتوش بعصابة في تونس باش تقرر اش يعمل واش ما يعملش. هذا هو المشروع اللي يلزم يكون في روسكم وزاد ماجور اليوم باش تحملوا مشروع وحلم جديد تبنوا به الوطن متاعكم. تونس اليوم او النظام هذايا متكلف عليكم بالغالي. تونس ما عادش مستعدة باش تمول تلفزة تصنع في افلام الارهاب، باش تمول صحفيين ارهابيين. تونس ما عادش مستعدة اليوم باش تمول عصابات امنية، ما عادش مستعدة باش تسيبورتي وزارات ما تعمل في حد شيء. كان البلا بلا ما همش دي تكنوكرات، دي تكنوخرا. نعم، عصابة جابتهم العصابة، جابوهم العصابات باش يركعوكم. ولذلك ايها الثوار الاشاوش، ايها الشباب اللي يحلم، لازم تقفوا لهم بالمرصاد مهما كان الامر ومهما كلفكم الثمن. الشعوب العظيمة لازمها تدفع الثمن، الشعوب العظيمة يلزمها تواصل الى اخر قطرة من الدم، الى اخر قطرة من الصبر. اليوم لابد انه ينفذ عندكم الصبر، لان مواجهتنا اليوم مواجهة مع العصابات، مع العصابات، مع الحكم القبيلة. الكل هذايا لازم يكون في روسكم، ولابد من الاستعداد لخوض المعركة في تونس العاصمة. السلام عليكم.